الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا وحلقه جديده من اسال مع دعاء على الهواء مباشره. ملف صفات الانسان في القران الكريم انا شخصيا مستمتعه بيه استمتاع فاق الوصف، واعتقد ناس كتير بتبعت لي يعني مستمتعين جدا بالغوص في معاني القران الكريم. ايه هي صفات الانسان اللي سبحانه وتعالى ذكر بها الانسان؟ واحدة من الحاجات اللي احنا دايما بنستخدمها انه كل واحد هيروح يقولك ايه متعلق من عرقوبه، يعني الناس بتقولها كده باللغة الدارجة، ده انت هتبقى متعلق من عرقوبك، او ده كل طائر او كل انسان ألزمناه طائره في عنقه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه كل واحد هيروح يتعلق من عرقوبه، ولا كل واحد طائره في عنقه؟ وايه طائره اللي في عنق دي؟ يعني احنا هندخل بطائر في عنقنا، ولا يعني ايه الآية الكريمه؟ وايه الصوره البلاغيه والشكل لما تتخيله كشكل وكصوره تستغرب وما تفهمش قوي؟ خلينا نفسر هذه الايه الكريمه مع فضيله الشيخ احمد الصباغ اللي منورنا دايما. زي حضرتك الله ينور قلبك يا فندم، الله يحفظ حضرتك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. ودائما مرحبا بحضراتكم في برنامجكم اسأل مع دعاء، وصلي على الحبيب قلبك يطيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي المبارك وعلى آله وصحبه أجمعين. الآيات في سورة الإسراء بتقول، قال الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. شوف اللي جاي بقى، من اهتدى في الدنيا فإنما يهتدي لنفسه. صح. في الآخرة. ومن ضل هو حر فإنما يضل عليها. شوف اللي جاي بقى برضو، محدش يقول ده فلان اللي غواني، ده فلان اللي وقعني، ده ابليس اللي ضحك عليا. لا، ولا تزر وازره وزر اخرى. وازره يعني نفس يعني تحملت اوزارها، ادي معنى كلمه وازره، زي اثمه نفس يعني. لا، ناخدها كلمه كلمه واحنا هنعدي كده نشرح. ولا تزر وازره وزر اخرى. اشرح لي بقى من الاول. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ناخدها كلمه 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 كلمه. وكل انسان الانسان هنا جنس الانسان. بصرف النظر عن دينه، بصرف النظر عن لونه، بصرف النظر على اي شيء بقى. وكل ايه؟ انسان ألزمناه، يعني ربطناه وقيدناه. بايه؟ ألزمناه طائره في عنقه. نقف عند طائره الاول. ايه الطائر؟ يعني العمل. طب العمل سمي طائر ليه يا فندم؟ أيوة. هي دي بقى الاجتهاد بقى. مش هتلاقيها في كتب، تاخد بالك. طائره في عنقه، الطائر اللي عمل سمي طائر ليه؟ لأنه يطير من الإنسان في الدنيا ثم يطير إليه في الآخرة. نفسرها؟ يعني العمل بيتعمل ويطلع فوق للسماء، يطير. وليه ربنا شبه العمل بالطائر؟ لأن الطائر المحبوس، بالطائر المحبوس خدوا بالك، الطائر المحبوس إذا لقى فتحة وخرج لن يعود. واحد عنده شوية عصافير زينة، أو مش عارف عنده بغبغان، مش عارف إيه، لو خرج من الشباك مش هتعرف تجيبه. هو ده معنى العمل سمي طائر ليه؟ لان يعني قبل ما تعمل شيء حاسب نفسك، لان لو عملته خرج السهم. ايه؟ نفز. ادي معنى طائر. يطير منه، يطير من صاحبه. طب يوم القيامه هيرجع له، يطير اليه. والقران برضه هنحط الصوره المتكامله. القران يتكلم عن سجل الانسان يوم القيامه، مره يقول كتاب ووضع الكتاب، ومرة يقول طائر. طائر ليه؟ لأن كل كتاب هيطير إلى صاحبه. ملايين ممليانة ماتت، وملايين ممليانة لسه على قيد الحياة على ظهر الأرض، ولسه في مليارات هتيجي. كل ده هيقف يوم القيامة في صعيد واحد. طب الكتب هتوزع إزاي؟ يا حبايبي مش هنقف صف يوم القيامة طابور ناخد الكتب بتاعتنا. لا لا، ده كتابك هو اللي عارفك. ولذلك فأما من بتطير. فأما من أيوه هي دي. فأما من أوتي كتابه بيمينه، مش أخذ، أوتي اتحط له في يمينه. أوتي يعني الكتاب هو اللي إيه؟ راح له، رايح لك طاير. في القرآن بقى يفسر. طب هنا ده الكتاب هو الطائر ده؟ فأقول لك بقى، خد، بيقول لك إيه؟ فأما من أوتي كتابه بيمينه، وأما من أوتي كتابه بشماله. في بقى في سورة تانية قال إيه؟ وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. الله، طب ما هو في وراء ظهره وفي إيد وراء الظهر.
قال لك المفسرين وقفوا هنا واجتهاد، يعني قال لك ان الانسان اللي هو المجرم اللي متاكد ان كتابه جاي من الشمال، فالكتاب بيبقى عارف هو يروح لكامه اليمين او يروح لكامه الشمال، فيجي المجرم يوم القيامه يعمل ايه؟ يجي مخبي الشمال ورا ويجي رافع الايه؟ اليمين رافع اليمين عشان يضحك على الكتاب، فالكتاب كانه فاهم يقول له ايه؟ اما من اوتي كتابه وراء ظهره، يجي رايح برضه للشمال وهي فين؟ وهي وراء الظهر. فكتابك عارفك، بس خد بال حضرتك الفهم اللي احنا فاهمينه غلط، ان بقول لك الكتاب يعني ايه؟ مكتوب، خدي بالك. طب بس انا ثانيه واحده، في عمل مكتوب وعمل منظور، المهم في دي طائر في الرقبه وفي كتاب في الايدين. لا، القضيه دي موضوع في عنقه، دي كنايه عن الالزام، كنايه يعني يقول لك ايه؟ ابنك في رقبتك. كده انما مش لا شكلك. مش حقيقي، مش على شكل الحقيقه. مين قال لنا؟ ما هو التفاسير يا فندم، ما هو كل واما من اوتي كل كتابه، انسان ما هو اقول الزمناه لحضرتك طائره في عنقه. الزمناه مش ربطناه، خدي بالك. الزمناه يقول لك ايه؟ انا اديت جبت انا جبت لك مدرسين خصوصين واديتك دروس اهو، النتيجه في رقبتك. انا جوزتك بنتي يا وبنتي في ايه؟ في رقبتي. الله يفتح على حضرتك، يعني ملزومه منك. زي ما بيقولوا كل واحده هتتعلق برقبه جوزها يوم القيامه. هل ربنا يعلق كتبنا يعني في رقبتنا يوم القيامه؟ لا، دي معنى كنايه عن ان هو ايه؟ هتحاسب عليه. بس في كتاب يا فندم مقروء، ركزي بقى، وفي اعمال منظوره. الناس فكروا ان انا هقرا الكتاب كده، لا 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 يا فندم، ده اعمالك يوم القيامه هتعرض على رؤوس الاشهاد صوت وصوره. ليروا ده لسه اعمالك. كمان، ده لسه صوت وصوره. في عندنا ايه اقوى كمان؟ ايه؟ يوم ينظر المرء، سوره ما النبأ، قدمت ما يدي. قدمت يده، ينظر. ومن يعمل مثقال ذره خيرا يرى. اهو، يومئذ يصدر الناس اشتاتا. ليروا اعمالهم. مش هقرا ده، لو قراءه تبقى مسطوره. ده المصيبه السوداء، ان اعمالك السر وقبل العلن هتعرض قدام الناس صوت وصوره كده على شاشه مستورنا. كبيره جدا. فربنا مستورنا. يسترنا بقى، خدوا بالكم من مستورنا الموضوع، يا رب. الموضوع خطير. لو انت استشعرت الموقف ده وانت بتعصي او انت بتذنب او انت بتخربها، مش هتقول يا هتقدر خبر يحوس، ده تستر تبقى فضيحه. طبعا. ادي معنى يوم ينظر المرء ما قدمت يده ووجدوا ما عملوا، ها حاضرا. ده بالصوت والصوره. يعني هيجيبك وانت بتصلي، ويجيب حضرتك وانت بتسرق، ويجيب حضرتك واعزكم الله وانت في الفاحشه، هتيجي قدام الناس. يا ساتر يا رب. فدي دي بلوه. بس ان شاء الله احنا ربنا يرحمنا ومش هيفضحنا، كلنا اصحاب ذنوب، املنا يا كبير. رب يا يبقى رب. وكل انسان، ها ألزمناه طائره في عنقه ها ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه يلقاه منشورا. يعني ايه منشورا، يعني منشور؟ مفتوحا. هو ده اللي هيجي في بس اليمين وفي برضه يا الشمال، فندم، بس برضه هو الكتاب ده. خدي بال حضرتك، احنا برضه فاهمين موضوع الكتاب ان يبقى سجل وبتاع والكلام ده. ده مع برؤيتنا التقدم احنا. مع التقدم العلمي، الانسان زمان كان السجل المدني كان عباره عن سجلات، صح؟ كل دلوقتي بقى الايباد مثلا. دلوقتي بقى ميموري قد كده صغنن صحيح. يشيل ملايين ملايين ما هو المعلومات. احنا برضه لازم احنا، ربنا اقوى من هذا بقى. ربنا يعني ما عندوش سجل فوق وحاطط الكتب جنب بعضها والسجلات لا 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 يعني لا. هي الله يفتح على حضرتك. الصورة اللي احنا متخيلينها حاجة وهنروح نلاقي قصة طبعا. تانية، بس احنا املنا في ربنا كبير، يا رب. وربنا رحمته، انا مش بخوف، ربنا رحمته وسعت كل شيء، بس هنحاسب، من نوقش الحساب واقرأ عنه. كتابك. طب ما هو هيقرأ اهو. ايوه اقرأ كتابك. يعني في حاجات هيقراها هيقرأها ايوه وحاجات هيشوفها. ايوه بالظبط، اقرأ كتابك. حلو. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ايوه انت اللي هتحاسب نفسك، وانت اللي هتبقى شاهد على نفسك. لانه اللسان هينطق والايدين هتنطق ده هو ده هينطق امتى؟ لما الانسان حتى بين ربنا ايد ربنا في يستر. الروايه، الانسان هيعترض يقول له يا رب لا اجيز شاهدا اليوم من نفسي على نفسي الا من نفسي. الانسان هيجي قدام ربنا ويقول له، ربنا يقول له يا رب انا لا معترف بملائكه ولا معترف بكتابه، انا مش هجيز شاهد من نفسي الا من نفسي. فيطمس الله على فيه، اتكلم يا لسان، اتكلم يا عين، فيتكلموا بقى بالخراب كله، بالدمار كله. يا ساتر فالانسان يا رب. الانسان ايه؟ يكلمه حتى بالحلو الفرج يا كله. فندم، حتى الفرج يتكلم. فالانسان يقول له يقول للاعضاء ايه؟ بعدا لكنا فعن كنا كنت اناضل، انا كنت فكرت هتقفوا ايه؟ بنيد معايا. ربنا. فيقولوا ايه بقى يوم القيامه؟ الله الله الله. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، اهل العلم قالوا المراد بالجلود هنا والفروج. قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. ده سورة ايه دي؟ ده سورة الزمر. على انطقنا اليمين ولا الله الشمال؟ على الشمال تحت، انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون. خليني اخد ام تامر، بقالها كتير معانا على الهواء. معلش. ايوه. اهلا وسهلا، ازاي حضرتك؟
الو، السلام عليكم. ازيك عليكم يا ست السلام، الكل؟ اهلا وسهلا. ربنا يخليكي يا الله دودو، يكرمك يا يا رب رب. يدعى ويبارك فيكي. انا مهما هقول، والله العظيم مهما هقول، مش هديكم حقكم الله يكرمك. في البرنامج بتاعكم الحمد وكلامكم لله الحلو الحمد لله والنور اللي انتوا بتنورونا. الله انا يكرمك يا رب، مخله كده نور من كتر الدين والكلام الحلو الله بتاعكم. يكرمك يا رب. ربنا يديكم الصحه ويخلي آمين. البرنامج، يخليك يا دعاء ويخلي لك ولادك الله ويخلي يخلي الشيخ الله محمد يدعى والشيخ الحلو احمد والشيخ اشرف ويخلي برنامجكم حبيبتي. يا رب. الله يكرمك الله يكرمك انا يا مش حاجة هقول أمي تاني. اكتر الا وده جزاك كفاية. الله كل خير على الله اللي انتوا بتعملوه. ربنا يكرمك ويبارك لك. عندك سؤال؟ ايوه يا حبيبه قلبي، قولي معلش انا قولي اسفه يا انا هطول حبيبتي. عليك شويه. لا يا حبيبتي قولي. انا كنت بحاول ان انا اطلبكم كذا مره بس طبعا الخط كان وحش. معلش. فانا في رمضان عايزه اسال، انا ما بشتغلش وقاعده ماليش اي دخل في البيت خالص، وبحاول عايزه اطلع زكاه يعني حاجه لامي لوالدتي، هل ينفع ان انا اطلع من مال جوزي؟ ده يبقى حالة حلال ولا يبقى ايه؟ انت لا، هسألك سؤال، انت عندك ما عندكيش فلوس بتاعتك؟ لا لا، طيب هو فاذا اللي انت عايزه تطلعي صدقه لمامتك بقى مش زكاه، ايوه صح؟ صدقة صدقه لوالدتك. سألتي جوزك؟ هو ما عندوش مانع، يعني بس قلت هو له عايزه انا اطلع حاجه لامي، بس انت ما معكيش، يعني انت ما ما معيش. لا متجوزه ما بقالك معيش. قد ايه يا حاجه متام؟ يا حبيبة قلبي، ده بقالي سنين، ده أنا عندي حاجة وستين سنة. حبيبتي ربنا يديكي طول العمر، يعني فلوسه وفلوسها بقى. ده مصروف خاص. هو فلوسه وهو مصروف فلوسه، ايديها. فهل يبقى حلال يعني أطلع منه وهو موافق؟ وأزكي؟ هو ما عندوش مانع لأنها ما هيش غريبة منه، ده هتبقى مرات خاله كمان. حلو. طيب ايوه حاضر حاضر حاضر. وفي سؤال ومعلش تاني؟ حبيبتي، أيوه يا روحي معلش. في رمضان بيجي لي زكاة، هل الزكاة اللي بيجيني ده هل حلال ان انا اطلع منه برضك؟ بيجيلك زكاة بمعنى ايه؟ زكاة فطر بيجيني بيجيلك. ناس بيدوني فلوس زكاة يعني في بيدوكي رمضان. انت؟ بيدوني انا، هل حلال ماشي، ان انا اطلع منه تطلعي منه بقى زكاة؟ زكاة الفطر انت برضو. طيب حاضر، سؤال كويس. فيه سؤال تاني؟ ربنا يخليكي. اخر حاجة بس، قول. معلش، بنت اختي مخطوبة من على تبع النت، من التلفزيون قصدي، من التليفون، وبعت لها اخوه شبكها وقرا فتحتها ولبسها الشبكه وقعدها رهنها سنتين، وبعدين اكتشفنا ان هو وحش جدا وانه انسان مش طبيعي، وكل ما يدينا ميعاد ينزل ما بينزلش، وهو قاعد في السعوديه. فالوقتي اخوه اتنرفز وفشكل الموضوع، هل من حقه ياخد الشبكه ولا يبقى مش من حقه؟ حاضر حاضر، انا فهمت. هو حاضر. منزل الشبكه وهو ما نزلش؟ لا، هو بعتها مع اخوه، بعت الشبكه وكله مع اخوه، يعني اخوه اللي يعني كان فرحه كل عنه. بالعريس، فرحه بالعريس، والعريس ما ظهرش خالص خالص، تليفون بس يا دعاء، من تليفون نفس يا بنت. البلد او من نفس العيله؟ لا، هو في من منصوره، بس احنا ما نعرفش عنه هما ما حاجه. يعرفوهوش، هي هو راسلها يظهر وعرفوا بعض عن طريق الفيسبوك او حاجه، كده. وبعت ايوه، اخوه، بعت اخوه جاب لها الشبكه وجاب لها كل حاجه، هي بقى عايزاه جاب ينزل لها بقالهم الشبكه ولبسها لها. سنتين، بقالهم سنتين، بقالها سنتين، هو معلقها سنتين. معلقها سنتين، وكان بيجي لها يعني النصيب، بس كانت بترفض عشان خاطره. طيب فهي بقى بعد ما خدت الشبكه، هو مين بقى اللي عايز يفسخ؟ هو هم اخوها قال له ده ما ينفعش وده مش وضع، طبعا. فحاول ان هو فشكل الموضوع وقال له كل شيء يروح لحاله، انت ما تقدرش تراهن بنتنا شهرتين سنتين وما بتجيش. فانت بتسالي بقى ترجع الشبكه ولا ما ترجعهاش؟ الشبكه كام؟ هل من حقها الشبكه الشبكه ولا مش تقريبا من كام؟ حقها؟ بكام الشبكه؟ تقريبا تقريبا الشبكه تعمل كام يعني؟ مش عارفه هي مش والله يا عارفه. ملا، طيب لا حاضر. والله ما اعرفش. طيب حاضر، هنرد على حضرتك بعد فاصل قصير. اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية. هرد عليك يا ام تامر، بس اخد تليفون كان معانا من قبل الفاصل. مين؟ سمر. يا سمر الو، اهلا بيكي. اهلا بيكي يا استاذه دعاء. اتفضلي سؤالك. انا اسمي سمر، السؤال يعني ان انا كنت عارفه واحد يعني شاب وكده، وعرفته من طريق شغلي بس، فجيت يعني هو جه قال لي انا هطلب ايديكي وجالي البيت وكده، فاهلي رفضوا تماما يعني.
ليه؟ رفضوه، قالوا لا شغله مش مناسب. هو كان شغال في سوبر ماركت، فقالوا شغله مش مناسب لينا ومش لينا وبتاع وكده. بس انا صممت ان انا اخد دواتي، لا اما لا مش هتجوز. بس فحصل بقى ان اخويا مد ايده عليا ووالدي مد ايده عليا وكده، بس انا برضو صممت. وفي الاخر يعني حصل ان انا اتخطبت له، قعدت سنه، وهو كان كويس معايا جدا، كان على طول يعني يجيب لي هدايا وبتاع. وفجاه طلبت ان هو طلب من اهلي ان احنا نكتب، يعني كاتب كتاب وكتبت. بس فطبعا والدي ولا سال عليه هو بيشتغل ايه، ولا سال عليه هو فين، ولا بص على شقته، ولا بص على اي حاجه عنده، ولا اي حاجه. قال لي ده اختيارك وانت براحتك وتحملي النتيجه، وما رضيش حتى يجهزني، خلاني اتحمل انا كل الجهاز. بقيت اللي اقدر عليه اجيبه، واللي ما اقدرش عليه بقيت وانت اسيبه. بتشتغلي معاه في السوبر ماركت؟ لا انا شغاله عند العلاج بتاع حوانا اللي مقيمه معاها في البيت. ليه؟ مش سامعة تاني بتقول؟ انا شغاله كبيره عندها 73 سنه، وانا اللي بدفع ست العلاج مسنة، بتاعها. وهو اللي بيجيب لها الطلبات؟ وانا شفته بقى هناك، كان شغال في نفس الشارع اللي انا فيه. طب ماشي، فقولي بقى، فبعدين اتجوزته؟ فبعدين كتبنا الكتاب، وبعد كده بقى كان كل شويه يوريني الشقه بتاعته ان هو خلصها، وان هو عمل كل ده خلص هتلاقي الشقه وجاب اوضه نشوف. النوم وجاب انا كل بقولك حاجه. وهو اتضح ان كل ده ما عملش اي حاجه، وان عيب. كل ده كان كذب في كذب. وبعد كده كل شويه يقول انت عملت حاجه، يقول لي اه، ويرجع يقول لي لا انا ما عملتهاش. بيوريكي ازاي؟ بيوريكي بصور؟ بيوريني صور صور، صور. صور دي تقريبا مش بتاعتي، صور جايبها وبعدين من على النت. وبعدين بس فبعدين انا كل ما يوريني حاجه كنت بروح اوريها لمين؟ لبابايا. وهو ما جاش بقى في يوم قال لي انا هروح اشوف الحاجه دي فعلا هو جابها ولا ما جابهاش. لا ما قاليش. فانا لما عرفت ان هو كذب وبتاع، يعني قلت انا مش هكمل، انا مش هكمل وانا هنفصل، عشان مش ما ينفعش ان احنا حياتنا تتبني على الكذب. ها وصممت وخلاص طلبت الطلاق، وهو قال لي انا موافق ان انا اطلقك، بس تتنازلين عن كل حاجه، على المؤخر وعلى القايمه وعلى الذهب. انا مش وهو جايب لي ختمين والدبله، بس هو عايز كل حاجه، حتى الهدايا اللي جايبها عايز ياخدها. طيب اتخطبت قد ايه فايه؟ بقى؟ بيقول لي سنة. الكتاب بقى كان كام كان قد ايه؟ الفترة هتتم السنه، ها؟ يبقى انا دي هتتم سنتين. سنة مكتوب كتابها. طيب ايه السؤال؟ السؤال بقى ان هو يعني انا اللي طالبه الطلاق وهو عايز ياخد كل حاجه، اديله بقى كل حاجه، وهل انا حرام يعني لما انا عرفت ده كله ان انا هسيبه، هل معليش اي ذنب؟ طب السؤال هنا ممكن اسالك سؤال انا ممكن؟ ممكن هو كان محافظ عليك ومحترم معاكي؟ كان، لا كان كل حاجه يقعد يغلط، اقول له طب ما بلاش الغلط في الاهل، لا يغلط على طول. لا لا، هو الشيخ بيسالك يعني حاجه ما تانية، حصلش. بص انت يا فندم، بنت ايوه بنوت؟ ما حصلش حاجه بينك وبينه؟ انا لا ما حصلش اي دخول، انا لسه في بيت اهلي، ما لا يا حصلش اي فندم، بينك حاجه. وبينه ما فيش اي لا تجاوزات حصلت؟ لا مش في تجاوزات حصلت طيب خالص. طيب ماشي يا سمر، ماشي يا حبيبتي. ام تامر، شوف عليا ينفع تطلع صدقة لوالدتها من فلوس جوزها وجوزها حاجة من موافق؟ الاثنين. لو جوز الواحدة بيديها مصروف خاص بيها، مصروف ايديها زي ما بيقولوا، هي حرة تتصرف فيه بدون ما تقول لجوزها، طالما من حاجة غير ما ملكها. تقول لجوزها، لا هي انما طلبت، لو هتاخد من مال جوزها الخاص لابد ان تستأذن، هي استأذنته ووافق. يا اما استئذان كل مرة، يا اما هو يقول لها ايه، هي تطلب منه طلعي براحتك انا مسامح خلاص كده، فمفيش مشكلة. فيجوز. يجوز طبعا. طيب وخدي بالك، طالما ملهاش دخل والزوج هي له ثواب، طبعا. ده ربنا كريم برضه، يعني انت مش طبعا. طلعان، ده انت كسبان 100%. هي النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يعني ياجر على الدرهم ثلاث، صاحب الدرهم واللي وصل الدرهم واللي راح له الدرهم، فكلهم ماجورين ان شاء الله. زكاة الفطر بيجي لها فلوس بقى، زكاة فطر ينفع تطلع من الفلوس اللي جات ده لها مش هي ينفع، ده واجب تطلع طالما ملكت. ما هو الفقير خالص، طالما فلان اداله وفلان اداله بقى عنده، يبقى يخرج. وهي كمان سالت، انا فهمت من السؤال، عايزه تطلع منها صدقه لامها، تطلع برضه، لان دي الصدقات اللي وصلت لك يا فندم، او الزكوات دي بقت ملكك، تصرفي فيها كيفما شئت، تطلعي منها صدقه، تاكلي منها، تطلعي منها حاجه لله، براحتك انت حره. بس جميل. طيب بنت اخوها بقى مخطوبه سنتين على النت، والعريس ما ظهرش، هو على النت بس بقاله سنتين، بيمطلها وما بينزلش، وبعت لها شبكه مع اخوه وما بيظهرش. ما احنا مش عارفين لو ظهر ده مش هيظهر ايه. عارف انا، وسنتين وبعدين مع هو مستخبي، واحنا يعني ايه اللي وصابرين مأكد وصابرين لها؟ سنتين ليه يا فندم؟ خلاص، فهو عايز، بتقول لك من حقه الشبكه. بص يا فندم، انا مش بتكلم في موضوع الشبكه خالص دلوقتي، هي بتسأل ده انا السؤال. بتكلم ان اخوها اولي امرها ظلمها،
لا هو رجع قال وقف اهو. بعد كام يا فندم؟ بعد ما ربطها سنتين. معلش بس انا مش مقتنع بالكلام ده بصراحه، مش مقتنع ده يحصل. لان انا ازاي اربط اختي او اربط بنت سنتين لواحد خارج البلاد ما اعرفش هو جاي ولا مش جاي؟ ادي واحده. اتنين، ازاي انت تقل من نفسك ان العريس يجي؟ ده سيدنا النبي موضوع الخطوبه اصلا في الاسلام يا فندم موضوع اكتشاف، عشان يعرفوا بعض، يعرفوا بعض. النبي قال له انظر اليها، نظرت اليها؟ قال له ما شفتهاش يا رسول الله. قال له انظر اليها فلعله احرى ان يؤدم بينكما، الاثنين يشوفوا بعض ويختبروا بعض. فدي مش خطوبه، ده كلام كده، كلام في الايه، بيقولوا ايه، في شنك. دي خطوبه في شنك شرعا. طب الهدايا يا فندم، لو كانت الهدايا يبقى لا ترد، لان الهديه لا ترد. انما احيانا يا فندم في بعض سلو البلاد او في بعض يعني بعض عادات البلاد، ان الشبكه بتحسب من المهر، بيكتبوها في المهر. فلو كانت الشبكه هتحسب من المهر بعد كده يبقى ترد، انما هديه لا ترد. وان كان في راي وسط انا بحبه، ان الشبكه لو الفسخ من البنت، لو البنت اللي هتفسخ ترد الشبكه. طب لو هو اللي هيفسخ ما ياخدش الشبكه، يعني ايهما اوقع ضرر على الاخر هو اللي يعاقب. طب ما هو مش راضي يجي، ما يعتبر كده هو سبب في انه مش راضي يتمم الجوازه. هو الاولى ومش راضي والافضل ينزل. ان انا ارد اللي ماليش فيه، طالما انا بقول على الهوى، الاولى والافضل ان انا ابرأ نفسي امام الله. ولكن لو خدتيها مقابل الاذى والضرر اللي وقع عليكي، بس كان الضرر والاذى انت اللي وقعتيه على نفسك، محدش جبرك. بس يعني هي مستنيه ينزل ومش عارفه ايه، سنتين مستنيه، بيقعدوا اكتر من كده. لا يا فندم انا ده كلام غلط، لا يجوز شرعا، ده لا يجوز شرعا. وبعدين ده بقول لك يعني حضرتك رايك الشخصي انها ترد ال ايوه بالظبط، ده الافضل والاولى، الافضل. الا لو هي اتكلفت حاجه بقى، لو في حاجه هي اتكلفتها او حاجه هي صرفتها، ممكن تاخد مقابل الحاجه اللي هي ايه، فلوس النت. وصلت؟ فلوس النت الحاجه اللي هي يعني بقى سنتين بتدفع نت الحاجه اللي هي ايه، اللي هي غرامتها ممكن تاخدها. سيبي بتطلعي كام في الشهر؟ طب سمر، عايزين نرد على سمر. سمر الله يكون يعني الله يسامح ابوها، مش عايز اقول على الهوى، الله يسامحه، ما اعرفش الراجل قال لها يا فندم، الله لا يسامحه ليه؟ بيصلي على النبي. الراجل رفض. طب يا فندم، يا بخت من وفق رسول في الحلال. انا عايز اقول لك حاجه، في ما هو قال لها لا، في رسالتين، بالله عليك اسمعيني بس، في رسالتين. الرساله الاولى واحد بيحب واحده، واحده بتحب واحد، اقف ضدهم ايه؟ ليه؟ هي راضيه وابوها راضي، ايش دخلك انت يا قاضي؟ ادي النقطه. النقطه الثانيه، اي نعم انت كاب او ولي امر، طالما بنتك رايده دي او ابنك رايد دي، المهم يبقى في تكافؤ، المهم يبقى كويس. طب بنتي ماسكه في بداية اسنانها، احنا في زمن يا فندم بيتجوزوا دلوقتي من ربهاتهم وامهاتهم، خلينا واضحين مع بعض. اما الراجل لما بنتك اسمعني بالله عليك، لما بنتك تتجوز في النور وماما تتسقف وتزغرط، احسن لما تتجوز من وراك. بس انت واجب عليك، طالما هي حبته وكتب كتابها، خلاص اسال عنه وعن اهله وعن وظيفته وعن شقته، مش تقول لها شيل الجمل بمحمل والبنت بتقول انا بجهز نفسي. وازاي تامن على بنتك تروح وتيجي كده وتجيب لك صور؟ انت اذا كانت هي غلطانه قرات، هو غلطان مليون قرات، بس هو اتضحك عليها بس بسبب ولي امرها. طيب يا فندم، واحده غلطت اتبحها؟ اسمعي بس، واحده غلطت هو ما اتبحهاش؟ لا انا بقى انا لا هو أنا هو رفض كناية. مره واثنين وثلاثه، وهي صممت. طب بنت صممت وحبت كبنت او كاخت، فهو بعض الاهل يقول خلاص. لا يا فندم غلط، اعملي اللي لا غلط، هي حبته يا فندم وتعلقت بيه، اقف جنبها واقنعها ان ده مش كفء، او يا اما اشوفه كفء واكمل معاها، يا اما مش كفء وانا اقنعها ان ده وحش، انما مش بالعافيه. ما عرفش يقنعها. ما هو يا فندم قالت لك لا راح سال عليه، ولا شاف بيته، ولا شاف اهله، ولا شاف وظيفته، ما عملش حاجه، ما عملش حاجه خالص. هي دي غلطه الاب. غلطه الاب بس من هي الدرجه البنت الاولى. البنت برضو وقفت لاهلها جامد، وهم كان البنت رايهم البنت غلطانه قرات، والاب والاهل غلطانين مليون قرات. طيب ترجع له بقى، ما تقفوش ضد اتنين بيحبوا بعض، المهم يبقى في تكافؤ، هو بقى يبقى مناسب. الواد بقى طلع بيضغط عليها، مش عايز يطلقها غير لما تتنازل. هيك سالت سؤال في محله، اللي هو هل انتوا حصل يعني، هل انت لسه بنت، هل انت محافظه على نفسك؟ يمكن هو ماسك عليها زله او حاجه. قالت لك انا زي الفل. وما يدريك يا فندم، خلينا كلامك هي صح. بترد عليك اهو، يا فاضلت انت الشيء. سالت سؤال عجبني، انت حضرتك بتقول لها هو كان بيجيب الطلبات للست المسنه؟ بس يا فندم انا بسالك على حاجه تانية خالص. حضرتك بترد في ايه دلوقتي؟ ركز معايا فضل. مركز. انت بتقعد تقول لي ركزي. انا مركز، انا بقول لك ركز يعني معي. اقصد بيحصل بينهم لقاءات يعني، هي قالت لك لا ماشي. احنا بنرد عليها، ملناش دعوه نقول ما ينفعش نقول ماشي. وما ادرانا، واحنا مالنا بقى، احنا بنرد على سؤال البنت بتساله لنا. هي بتقول لنا هو مش راضي يطلق غير لما تنازل. لا ما تسيبش حقها تتنازل، ما تسيبش حقها بس كده. وهي لها يا فندم طالما ما دخلتش لها نص المهر. طب خلاص كمان شرعا، شرعا لها نص المهر. طيب خلاص تمام كده، وما تردلوش خطف ابره، وحاولي تأدبيه بس كده. تتنازلي ازاي يعني؟
مش عارف. ويا رب بقى ابوها يكون بيسمعنا، يا رب ابوها بيكون بيسمعنا ويقف مع بنته بقى، يا رب تقف مع بقى البنت بتخلع اهي، اقف بقى معاها وابيض وشها واطول رقبتها، ولا سيبها برضو تغرق؟ مش عارف بصراحه. والنبي البنات يا جماعه غلابة. اسمع لسه عايز اقول والله، اسمعوا كلام اهاليكوا معلش برضو، فضلت الشيخ ماشي ما قلتش حاجه، يعني اسمعوا برضو، يعني ارمي ودنك وما تدلقيش قوي، يعني دور الام يا فندم، ارمي وارمي ودنك لابوك يمكن يكون عنده حق، ممكن يعني اقول كلمه فين امها، رجل او رجل، دور الام فين، مش مهم قوي في اللقطه، حتى لو الام متطلقه وفي انفصال اوعي تسيبي بنتك، احتضني بنتك وطبطبي عليها واسمعي منها، وانت كاب شبع بنتك حنان وعطف ودفء، لان احنا في زمن ربنا يعلم بيه. بالله عليكم اتقوا الله بناتكم، ومش عيب لما بنتك تقول لك انا بحب فلان، طالما طالما في تكافؤ وشخص مناسب ما تقفش ضدها، وطالما ابنك حب بنت وبنت ناس وبنت اصول ومناسبه ما تقفش ضده كاب وكأم، لازم يبقوا مناسبين بس، اما بقول مناسبه بالظبط. طيب شكرا جزيلا فضيله الشيخ احمد الصباغ، عندنا فاصل قصير ونعود. أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية في سورة الحشر، في آية قرآنية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. النفس شحيحة، يعني عادة كده النفس يعني بخيل حتى لو هم أكرم الأكرمين، بس برضو النفس كده ربنا وصفها في القرآن الكريم كده، فإزاي نتقي شر شح النفس، نعملها ازاي دي؟ خلونا نسال دكتور عماد عوض رئيس مجلس اداره جمعيه البر والطاقه المصريه، ازاي حضرتك؟ الله يبارك فيك ويسعدك. ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. طبعا الايه دي نزلت في الانصار. ربنا بيقول فيهم والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. نتكلم على ناس وقفت وقفة قوية جدا لنصرة الإسلام، ضحوا بكل حاجة، كانوا بيقسموا اللقمة مع بعض، بيقسموا البيوت مع بعض، الأرض مع بعض، حتى كانوا ممكن يتنازل عن زوجة له يطلقها وبعد العدة يتجوزها أخوه المهاجر. شفتوا حاجة أحسن من كده؟ وفي الآخر ربنا عز وجل بيقول إيه بقى؟ ويؤثرون على أنفسهم. هل احنا وصلنا للمرحله دي ان احنا بنؤثر على انفسنا؟ لما نشوف حاله في التلفزيون واحنا محتاجين، هل احنا ممكن نفضل الحاله ولا نقول احنا نقول عيالنا، نقول كده اللي يحتاجوا البيت يحرم على الجامع زي ما الناس بتقول؟ وربنا يقول لنا ومن يوق شح نفسه. تمام، الشح ده اشد من البخل. ولذلك سيدنا النبي بيقول انما اهلك من كان قبلكم الشح والبخل. تمام، حملهم على ان منعوا فضل الله فاهلكهم الله. ومن يوق شح نفسه، طبيعه النفس مش كريمه، النفس بطبعها بتحب عندها انانيه شويه، لكن مين هيقدر يوقي نفسه الشح بتاعها؟ ده عايزه اراده قويه جدا، انك تحط ايدك في جيبك كده او تطلع دفتر الشيكات وتكتب شيك لجمعيه عشان مستشفى البر والتقوى، او تشوف حاله تتاثر بيها وتطلع شيك، او تطلع فلوس ومش جاي لك تاني، انت بص فلوس خارجه مش جاي، انت تعبت على ما جبت الفلوس، وممكن انت عندك احتياجات كتيره جدا، ان انت تطلع. بص العرب بعد موت سيدنا النبي كلنا عارفين حرب الردة، ايوه، اتقتل فيها الاف من العرب المسلمين عشان مش عايزين يدفعوا انه بيشهدوا ان لا اله الا الله محمد رسول الله، ويصلوا ويصوموا ويحجوا ويقاتلوا في سبيل الله ويموتوا معاك في سبيل الله، انما ما يدفعوش الا شوف بقى في ناس تانية لا فحتة إخراج المال دي صعبة، ولذلك دي أول سمة من سمات المتقين، وربنا وصف اللي بيعمل كده بأنه مفلح. مين بقى اللي هيبقى مفلح في الدنيا وفي الآخرة؟ ومن يوق شح نفسه. يوق شح نفسه يعني منفق في سبيل الله. أيوه. يوق شح نفسه يعني بيجود بعلمه، ما بيخزنوش ويقول لا ده حاجة خاصة بيا ما اديهاش لحد تاني.
بيجود بمهنته سواء كان طبيب او مدرس او او او, أو شوف ناس محتاجه يدرس لهم يعالجهم كده، ليه يوم بيعالج بيه مجانا، ليه يوم بيشرح للطلبه الفقراء من غير ما ناخد منهم فلوس. الفكر العلم، ما هو ده من ضمن، في ناس بخيله بعلمها يقول لك لا انا مش هديه لحد، انا هخليه لنفسي. فبالكوا بقى بالفقراء، انا ما عنديش فلوس ومانيش ما عنديش شحه، انا فقير. لا انت عندك ملابس مستعمله، عندك اصدقاء عندهم ممكن تكلمهم معايا، ممكن تشرح لهم الايه هم يتحركوا، انت اخذت ثواب لان الدال على الخير كفاعل. انت مالكش عذر ان انت مفيش معاك، لان انت ممكن تاخد من باب الدال على الخير. دل اتكلم، ما هو انت مش عارف مين اللي هيتبرع، مش عارف ان مين اللي هيساعد الحاله دي، لان مساعده الحاله اللي بنعرضها او الطلب اللي احنا بنطلبه ده رزقه. هو بتاع مين؟ ما نعرفش. هو مين اللي هيعمله؟ ما نعرفش. احنا بنعرض المسجد ومش عارفين مين اللي هيبنيه. مش بس احنا مركزين على الاستاذه دعاء هي هتساهم وهتعمل زي جهاز الاشعه اللي اتكلمنا فيه، اللي هنتكلم فيه في الحلقات اللي جايه. ان حضرتك فتحتي فكره جميله جدا وهتعملي مبادره جميله جدا، فكره منك هتاخدي ثواب كل اللي هيشاركوا ان شاء الله في المبادره اللي هنعرضها يوم الخميس اللي جاي باذن الله. فالفكره هنا ده من ضمن الجود والكرم، ومن ضمن الايثار، ان انا ممكن اجود على الناس بفكره. فانا عايز اقول لكل الناس اللي بتشوفنا، ومن يوق شح نفسه، يلا نقتل الشح في نفسنا ونصبح من ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. طيب خلينا نروح نشوف تقرير لاحدى الحالات اللي في احتياج شديد ونرجع نكمل حلقتنا. اسمي سعدية حماد عوض، عندي 70 سنة، عندي 6 بنات وثلاث رجالة متجوزين كلهم. الله يا قاضي متوفي له 17 سنة يا ابني، وأنا قاعدة أرزقي شغال فلاح، والله عايشة يا ابني قاعدني قاعدة في قاعدة وأقبل لقمة أمرها وأكلها وأديني عايشة. أنا باخد معاش 700 جنيه، هقول لك ما بخش باخد بس اكشف منهم واقضي اهم بيسدوا الشهر بالغصب. انا ظهري واجعني، ظهري فيه فكرتين راكبين على بعض، ولما سواعي ما بقدرش امشي على رجلي، وعندي الضغط يا ابني. وان كان ولادي حنوا في يدني جنيه ولا حاجه ولا 100 جنيه ما بصرف على العلاج 200 جنيه وساعات 300، والله جبت مرهم ب 650 جنيه. أكتر هم المرض بس اللي في ظهري وفي رجلي والضغط يعني بجيب له ظهري والضغط، الضغط ده بجيب له برشام، وظهري اجيب له حقن ورجلي والله الحمد لله يا ابني غصبا عن عيني ارتاح، والحمد لله الحمد لله ربنا يكفكم شر المرض. بس ما عنديش وانا سلم فات، ان كان بنتي تيجي من البيت تغسل لي هدومي وتشطفني وتمشي، هاي قاعده في العزبه اللي كنت فيها جابدي، والله المهم في الصحه ورقة البال. والله عايشين على اراده ربنا، هنعمل ايه؟ ربنا عايشين وخلاص، ننام ونفز وعايشين وخلاص. بتنزل النطرة علينا الشر لما تقول يا بس، يا نمشوا عند بيت ابننا مصبوب يا نحمل النطرة نقعد. النطرة بنبقى تسخسخنا ونبقى مش عارفين نروح فيها. بفرش فرشة وانام كده على الأرض، بحلم اني اقعد تحت سقف ما نزلش عليا نطرة ولا حاجة ولا اتمرمط في التراب. نفسي أعيش يوم مرتاحة وقلبي هادي وراضية. والله الواحد نفسي يعيش في حتة نظيفة وفي سقف نظيف وربنا ييسر لنا الحال يا ابني وكل حاجة. نفسي أعيش حياة حلوة، يبقى الباب معمول حلو والواحد يبقى قاعد تحته حلو. بأحلم اليوم ده يجي والواحد يشوفه.
بيكم مشاهدينا مرة تانية. يعني كالعادة تعودنا نحدد ايه احتياجاتها بالظبط. هي الحاجة سعدية عايزة سقف، ده ألف بيه، لأن طبعا بهدل جدا في الشتاء. عايزة فرش للبيت، عايزة كفالة عشان العلاج بتاعها. ست دي بطل، جوزت ست بنات وثلاث صبيان، ياه تسعة بطل، تسعة كتر خيرها طبعا. أنا الأوان إن احنا بنعمل لها الكفاف. تعالوا نطبق الآية ومن يوق شح نفسه على الحاجة سعدية. على قد ما نقدر نساعدها، نساعدها زي الحالات كلها اللي فاتت اللي اتساعدت الحمد لله. ونفرح بالإنجاز بتاعها، لأن الست دي دعوتها هتبقى مستجابة. بإذن ست الله. طيبة جدا زي ما الناس سمعت منها. دي بالنسبة للبيت اللي قدامنا ده، طبعا وضعه صعب جدا زي ما انتم شايفين، لكن احنا بنقول من باب الكفاف. انا بس عايزه اطمن الناس انه الحاله اللي بتتعرض وحضراتكم بتشوفوها قدامكم، بنقوم بعديها بحلقه او حلقتين بنصورها بعد ما الموضوع بيتعمل لها، يعني عشان بس الناس تبقى مطمنه انه اتعمل البيت ده، هيتظبط، هيتعمل السقف، وهي نفسها زي ما طلعت اشتكت هي نفسها اللي هتطلع تقول حصل كذا وكذا. وده عرف البرنامج، وده نظام الجمعيه بصراحه. من يوم ما انشئت لغايه دلوقتي مفيش حاجه بتتصور الا لازم تتساعد. ليه؟ لان هي كفايه ان هي عرضت نفسها للجمهور. فمش هيبقى كده وما نساعدهاش، وجمهورنا الحبيب معودنا على كده. المنظر ده ما يرضيش حد، ده في الصيف بيبقى مع احترام صعب جدا يعني معايا. فاحنا بنقول لاحباب الخير اللي بيشوفونا، يلا نطبق الايه ومن يوق شح نفسي فاولئك هم المفلحون. عايز برضو اهمس في اذن الناس اللي هتشارك معانا في الصكوك. احنا بنقول للناس ان الناس اللي بتشارك معانا في الصك ويقول لك انا عايز، معلش انتوا واخدين طبع معايا في حته الشفافيه، ان انا حريص عليكم جدا، لان الثواب اللي انت هتاخده انا هاخد زيه. من باب الدالة على الخير كفاءه. الناس اللي هتعمل المعيز، مع احترام لحضرتك خليها كده حسبه بسيطه، هي المعيز هتجيب كام كيلو؟ طبعا هي لحمه بالعظم، وانت هتاخد كام بالعظم؟ طب انت استفدت ايه؟ معايا؟ انا بنصحك، انا نفسي بشارك في البقر، في البقر. ليه؟ بيجيب لحمه كتير. صح. معايا؟ مع احترام لحضرتك انت هتدفع مثلا 3000 في المعيز. بكام؟ ب 12 كيلو، هتاخد منهم كام؟ هتاخد منهم 5 كيلو. طب 4500، 27 كيلو، انت هتاخد منهم 9 كيلو. هنتكلم في نقطة تانية، أنت حضرتك عندك فقراء، وهتقول لي أنا عايز التسعة وزعها. لو عمل معزة ما ياخدش بقى. ما يعملهاش، ما هي بصي. هو لو عملها ياخد ليه؟ حتى لو ده أنا عايز أقول له بلاش تعمل معانا معيز ولا خرفان، بصراحة أقسم بالله بتبقى ملهاش لازمة. عارفه هلكت فلوس على الفاضي. ما انت حتى ما بندي الشنطه دي للفقير عشان المقدره الماديه برضه. ما هي من 3000 ل 4500 مش فرق كبير. معايا؟ بس يعني في فرق لحمه. السهم في العجل 4.5 4500. الصك في العجل 4500. الصك 4500 هو ياخد كام؟ هياخد 9 كيلو. بس طالع منه كام؟ 27 كيلو لحمه. في الصك الواحد؟ في الصك الواحد. معايا؟ هو هياخد منه كام؟ 9. وانا برضه بهمس في اذنه، ما بلاش تاخده. شفت الحاجه السعديه اللي انت اتفرجت عليها دلوقتي؟ انا بوصل لها لحمه، انت مش هتوصل لها اصلا. معلش انت عايز تودي الفقراء اللي حواليك، اشتري لهم لحمه. انا بكلمك كعماد عوض اللي انتوا بتثقوا فيه. اشتري له انت لحمه من الفقراء اللي عندك، وخلينا نروح للناس دي. خلينا نروح للناس بتوع الاقصر، بتوع اسوان، بتوع الوادي الجديد، بتوع الواحات. هو انا بسال سؤال، اللي بيعملوا الصكوك انا اول مره اعرف ان الصكوك بياخدوا منها، دي اول مره انا اول مره اشوفها. هم بيقول لك ايه؟ ان الشرع تمام ليه تلت تلت الفقراء وتلت في بيته. في بيته، انما انا اول مره اعرف ان بيدفعوا صكوك وياخدوا اللحم. دي اول انتوا الوحيدين اللي بتعملوا كده. هو حتى في بعض الجماعات بتعمل كده، بتوزع بعدين. بس انا بقول للناس احنا جماعه مهمتنا ان نخدم الفقراء، انا عايز اسعد الفقراء. انتوا عملتوا هيدك برضو. يعني ده صداع رهيب. ده مش صداع بس، ده مكلف جدا. انت بترجع، انت بتذبح له وبتظبط له اللحمه بتاعته وبتديها له وابعت له التلت بتاعه البيت. معايا؟ في ناس تقول لك انا عايز اجيب عجل، بس انا هاخد التلتين بتوعي في العجل. طب ما تذبحه عندك، انت هتجيبه لي ليه؟ اذبحه عندك وخد التلتين، والتلت وزعه على الفقراء اللي حواليك.
بص يا فندم، المسألة دي أقسم بالله مكلفة جدا، وبيدخل فيها فلوس ملهاش علاقة بالسقوق. أنا بكلمكم بقى بصراحة عشان إيه ما تجيش يوم القيامة وتلاقي ناس مشاركة معاك. بلاش يا جماعة، اللي هيجي يذبح معانا يشارك معانا بالساق لو سمحت اتنازل عن لحمتك، وبلاش تدخل في الخرفان ولا المعيز. وأنا متخيلة إن السقوق كده، يعني أنا عمري في حياتي ما دفعت ساق مثلا لأي اسم من الأسماء اللي كده واتصلت بيهم قلت لهم فين لحمتي؟ دي في يعني دي عمرها ما حصلت. يعني اللي بيطلع صك في جمعيه ده بيطلب لحمته ازاي؟ هقول لك انا مش فاهماها دي. هقول لك على حاجه، السنه اللي فاتت احنا كنا مأجرين العربيه اللي هي الثلاجه في اليوم، في اليوم بكلفانا 30,000 جنيه في اليوم. قلت لي السنه اللي فاتت لانها بتلف على مستوى الجمهوريه، قلت لي السنه اللي فاتت انه حصل ان في ثلاجه منهم عطلت وباظت وفي لحمه نجيب تاني. بص يا جماعه ارجوك خلينا نركز على الفقير اللي احنا الجمعيه معموله عشانه. انت عايز تذبح اذبح عندك، اعمل اللي انت عايزه عندك، ادي الفقير اللي جنبك، انما انت هتجيلي خليني مركز على الفقير اللي عندي اللي هو ما حدش بيخبط عليه ولا يعرفه اصلا. يعني فارجوكوا يا جماعه ساعدونا في الحته دي. معلش الناس اللي بعت ال 3000 عشان الماس كملها كمان 1500 عشان يبقى 4.5، وقول لنا دي للفقير، كله للفقير. انما بص السنه دي مفيش حمل ان احنا نخسر تاني او نتكلف فلوس ملهاش علاقه بالسقوق وتيجي يوم القيامه يبقى ناس شاركت معاك في السق. خليني مركز في الفقير. حاجه الثانيه ارجوكوا برضو بالنسبه للابار، يا جماعه احنا عملنا كميه ابار كبيره جدا النهارده، انا بصين لك الصيانه دي مكلفاني كتير جدا، فارجوكوا ارجوكوا بلاش ابار في الفتره دي. خلينا ندخل في محطات الميه بعد اذنكم. محطات المياه النهارده كل الناس حتى الاماكن اللي فيها ابار طالبيننا نعمل محطات بعد ما شافوا المياه الجميله. ما هو انتوا اللي واحسن سواء الابار ده يا دكتور. ايوه ما انا بقول له بقى دلوقتي في ناس مصره، انا بقول لك بلاش عشان خاطري. المحطه حاجه تانية يا جماعه الناس شافتها فخلاص ما عادوش عايزين ابار. فبلاش انت تجبرني اعمل لك عارف لما تاخد عده موبايل قديمه وتديها واحد فيفرح بيها وبعدين تقوم جايب له الموبايل التاتش كده وترجع تحط له يقول لك لا مش عايز العده القديمه دي انا عايز التاتش. هو ده الموبايل التاتش. فانت بتقول يدفعوا احسن في الموبايل السهم ب 10,000 جنيه في محطه التحليه ميه معدنيه نموذجيه بعد اذنكم. بلاش الميه بتاعت الابار بتغير، بضطر انقلها على حسابي، اتكلفنا كتير جدا يا استاذ دعاء، وما نطلبش الناس نقول لهم البير بتاعك هنضطر ننقله فعايزينك تساعد معانا. محدش بيعمل كده الا احنا برضه معايا؟ فانا بقول عشان خاطري خلاص استوب اللي عملوا ابار خلاص جزاهم الله. لا احنا حريصين عليها وبنصينها بنصين لان هي في مناطق برضه ما فيهاش لا لسه لما ابقى غطاها بقى في المحطات تمام وكل الوقت بعد ما بيشوفوا في التلفزيون المحطات او يسمعوا عن قريه جنبهم بتعمل فيها محطه وروحوا يجيبوا منها ميه بعد اذنك احنا عايزين محطه في بلدنا. طب ما انتوا عندكم ابار ما تعالى خدها. الله احنا عايزين ميه معدنيه. انما الميه بتاعت الابار دي ما احناش عارفين معادلاتها المعدنيه عباره عن ايه. فارجوكوا يا جماعه معلش احنا بنتكلم بشفافيه لان ثوابك انا هاخد زيه، وانتوا تعودتوا مننا على المصداقيه. كل مرحله ولها وقتها. يعني هو يدفع اي رقم في محطه التحليه؟ اي بص اقول لك على حاجه، مش شرط احنا بنقول 10,000 ده عشان اكتب لك اسم، لكن ممكن تدفع 50 جنيه في المحطه بس مش هكتب اسمك. بص يا جماعه احنا بنساعدكم في كل حاجه تاخدوا فيها ثواب. ومفيش حد يحرم نفسه، على قد ما تقدر ابعت وشارك. زي ما احنا عاملين اللي هو صك الاطعام، ما هو الصك بقى اضحيه 250 جنيه لحوم معايا هتوزع على الفقراء والمساكين، ده برضه من باب اطعام الطعام. حاجه كمان مهمه قوي عايز اقول لك، دايما يا جماعه ركز في الثواب الكبير. في سقي الماء ده اعلى حاجه، قدم للفير احلى حاجه وهي محطه الميه. حاجة نموذجية محترمة ميتها 100 100 وشركات متخصصة مسؤولة عنها. على عكس بقى الآبار مفيش، احنا بنتابع في الصيانة بس. وبتكفي قد ايه؟ لا 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 ده في كورة كتير بيروح يملوا منها. مش على قد القرية يعني. بص البير بيشرب منه عزبة. هي القرية تبقى فيها كام نسمة مثلا؟ لا هو انت في كورة مثلا بتوصل لعشرين ألف نسمة. معايا؟ في كرة فدي تغطيك اكتر من انما القرية. البير عزبه فيها 50 فيها 70 بيت. انما القريه لا كتير. وبعدين المحطه البلاد الثانيه بتيجي الكره الثانيه بتيجي تملى منها وهي مكفيه كله. معايا؟
لا مشهد جميل تاني خالص، ارجو ان انتوا تسمعوا كلامنا وتشاركونا فيه. لو انتم مصرين على الابار اعملوها مع جمعيه تانيه. ما تزعلوش مني، انا بتكلم حاجه بينه وبين ربنا. ماشي، احنا ماشيين معاك اهو حته حته وخطوه خطوه. ما انت قلتوا الاول ابار، وبعد كده لما طورتوا بقى قلتوا لا خلينا في المطار. ربنا يجازيكوا خير ويجازي كل الناس اللي نيتها خالصه لوجه الله خير يا رب. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عماد عوض رئيس مجلس اداره جمعيه البر والطاقه المصريه. شكرا لكل حضراتكم على حسن المتابعه، اشوفكم على خير بكره باذن الله.